فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: مر معنا أن المتوفى عنها زوجها لا سكن لها، مع أنها مأمورة بالاعتداد في بيت زوجها، فهل معنى ذلك أنها إذا اعتدت في بيت الزوج تدفع أجرة؟ إيه نعم، من ميراثها، تدفع من ميراثها، ما لها إلا ميراثها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.